باش غادي اللقاء شفنا شباب محمديه استحوذ على الكره ضيع بزاف ديال الفرص 2-0 دوزيام ميطون تغيير اخر 2-1 رغم ان الحكم يعني كامانه صحفيه بينالتي بين العيان ما صفرش عليه اشنو طاري شباب محمديه وكيف كيعرف المشجع الرياضي الكريم باللي فرق شباب محمدي التركيبه ديال اللاعبين ديالو ما فيهاش التجربه كرجوا اللاعبين 19 عام 20 عام شباب حنا كنلعبوا البطوله ديال التميز بالفريق ديالنا الرسمي اللي نقدروا نشاركوا به جميع المشاركات لكاس العرش البطوله للتميز التركيبه هي اللي عندنا نحاولوا ما امكن نخدموا معاهم ونصحوا الاخطاء كيف ما شفتوا الشوط الاول استحوذنا على جل ادوار الشوط الاول على الكره درنا المحاولات سجلنا هدفين كنا متفوقين في الشوط الاول الشوط الثاني مع مجريات اللاعب تلقينا الهدف الاول ضد مجريات اللاعب كي بدا يدخلنا الشك في هذاك المرمى تماركوا علينا دابا 8 البيوت الا ما غلطتش 7 البيوت 4+3 ديال اليوم كيكون شي تكون لا لين ديفونسيف بعيده علينا كيفاش غنكومينيكو معاهم كيفاش غنبهم صعيب شويه بعيده بارابور للشوط الاول تيكون حدانا لا لين ديفونسيف قدروا نبهم شي حوايج كيف كنقولوا ماني لو بيوم شويه اخطاء فرديه صراحه الله هي اللي يقدروا نشتغلوا عليها في المقابلات الجايه ان شاء الله اخطاء فرديه قاتله كنتمنى من الله نصلحوا راسنا ونخدموا وما نبقاوش نعطاو لي كادو سلطوان كيفاش معنا الشوط الاول اكثر من رائع الشوط الثاني قالوا نقولوا على الشباب بدات شفنا يعني في ملي سجلوا الهدف الاول الاتحاد الاسلامي الوجدي شفنا لاعبين بحال هنايا واش العامل ديال العمر والفئه السنيه ديال الوليدات اثرت على نتيجه المقابله بس عندك الحق ماشي نقول لك الجانب البدني مي صراحه دان التركيبه ديال اللاعبين باقيين شباب باقيين يلاه كيلعبوا في القسم الاول ولا من الحجم هذه المقابلات غادي نعطيهم شويه الوقت حيت هما يستحقوا الوقت ديالهم حيت ما يمكنش نزربوا على اللعابه باقيين صغار وقدروا يعطيونا 100% وديك الشيء اللي كنتظروا منهم صعيب نشتغلوا على شي اخطاء وعلى شي امور داخليه ونتمنوا باش نكونوا في المقابلات الجايه احسن. اخر سؤال يعني واش كاين شي وعود مع المسؤولين بان غيتغير هذا الشيء اللي كنشوفوا في فريق شباب محمدي؟ كاين وعود وكيف ما يعرف الرياضي الوطني المتتبع الكريم باللي اكراهات الشباب المحمديه اكرهات كثيره بزاف ما بغيتش ندخل فيها انا كنبغي نبقى نحاول نهضر على الجانب التقني ما كاينش المليار و 367 مليون تتبان سهله في الفم هي سهله في الفم ولكن في الفعل صعيبه وما بغيتش نبغى نهضر في هذا الشيء انا نهضر على تقنيين هاد التركيبه ضروري خاصنا تزودوا واحد 4 لعابه حتى 6 حتى 8 ديال التجربه باش تكون هذاك التجانس ما يمكنش فرقه كامله من لالين داتاك حتى الجول يكونوا كاملين صغار انا ما عمرني عشت حتى فرقه لا في المغرب لا برا المغرب مع السيتياسيون اللي فيها في الشباب المحمديه ما عمرت تعاشت وكنحمد الله عليها كان من هذا المنبر ديالكم كنطلب من الناس المسؤولين الشباب المحمديه راه عيب وعار هذا الفريق وهذا اللوغو هذا يوصل لهذا الشيء بغينا حل بغينا شي حاجه اللي تنقاد في هذا الفريق حيت حنايا الناس ديال الفريق كيعانيو وعندهم اكراهات والغالب الله كيف كيقول هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه MDGS نربحوا الرياضه